السلام عليكم. في هذه المحاضرة راح نتحدث عن السمنتوجينيسيس and cementum structure. السمنتوجينيسيس هو عملية تكوين السمنتم، والسمنتم هو thin calcified layer surround the root of the tooth, non-vascular, non-innervated، ويكون واحد من المكونات الأربعة للبريودونشيوم اللي هي supporting tissue of the tooth، وهي الالفيولار بون، السمنتم، الجنجايفا، and periodontal ligament. حتى تبدي عملية السمنتوجينيسيس، الهيرتويكس ابيثيليال روت شيث should be disintegrated، يعني تتجزأ. هذا الفرجمنتيشن يؤدي إلى اكسبوز روت دنتين. من يصير هذا الاكسبوجر، يصير الروت دنتين in contact with undifferentiated mesenchymal cell اللي of dental sac. فال undifferentiated mesenchymal cell stimulated to differentiate to cementoblast to form cementum. هذا السلايد يوضح شلون تتجزأ الابيثيليال روت شيث. اللي على اليسار الابيثيليال روت شيث انتاكت صحيحة، واللي على اليمين الابيثيليال روت شيث متجزأة، والتجزئة هذه تمت by invasion of mesenchymal tissue to epithelial root sheath، حولتها إلى أيسلند. هذه البقايا تصير epithelial rest of malaces وتبقى بالperiodontal ligament. صار عندنا contact ما بين ال undifferentiated mesenchymal cell والroot dentin. هذا ال contact يسوي stimulation لل undifferentiated mesenchymal cell to cementoblast to form cementum. هذا السلايد صورة توضيحية أخرى لعملية ال disintegration. ال A intact epithelial root sheath، ال B disintegrated epithelial root sheath. الخلايا اللي تكون السمنتم هي cementoblast which originated from undifferentiated mesenchymal cell of dental sac. في الطور deposition اللي هو ال heart tissue deposition، بعض الخلايا تنحصر بال heart tissue وتبقى محصورة، تدعى cementocyte. هناك أوجه تشابه واختلاف ما بين السمنتم والبون مذكورة في البينك بوكس الأمامكم، ودائماً اتذكروا أنه the nutrition of cementum from the surrounding periodontal ligament. بعد ما صار interruption of epithelial root sheath، راح يصير contact ما بين the root surface وال undifferentiated mesenchymal cells اللي بدورها stimulated to cementoblast، وتجي تصطف السيمنتوبلاست على الروت سيرفيس حتى تبدي وظيفتها بتكوين السيمنتويد، إلى أن يوصل السيمنتويد الفول ثيكنس فيتحول إلى ماتشور سيمنتم باي ديبوزيشن اوف مينرالز. خلايا السيمنتوبلاست والسيمنتوسايت موجودة بالسلايد اللي على الجانب مؤشرة. بعض الخلايا اللي تبقى منحصرة داخل السيمنتويد تدعى سيمنتوسايت بعد ما نسميها سيمنتوبلاست. أكو مختصرات الـ PL هي periodontal ligament IL incremental line. وظيفة السمنتم seal the openings of dentinal tubules on the root dentin، وبهذه الحالة يقلل sensitivity للتوث و provide a good attachment to periodontal ligament to support the tooth in its socket. هذا السلايد واللي بعده يوضح دور الابيثيليال روت شيث ان روت فورميشن. الصورة توضح لنا الانامال اورجان ان ادفانسد بيل ستيج. يبدي تكوين الروت عندما يصل الانامال والدنتين الى السيرفايكال ريجن او سيمنتو انامال جنكشن. الابيثيليال روت شيث مسؤولة عن السايز، اللينث، النمبر والشيب اوف ذا روتس. الابيثيليال روت شيث هي color of epithelial cells derived from the apical prolongation of enamel organ. هذا تعريفها، وهي عبارة عن two layers مثل ما قلنا سابقا، ما بها لا stratum intermedium ولا stellate reticulum، ولذلك ما يتكون عندنا الانامل بالروت. At late bell stage راح يبدي عندنا الروت فورميشن، واللي يحتاج عملية السيمنتوجينيسيس.
حتى ينتج عنها السيمنتم which covered the root. مثل ما عرفنا بالمحاضرات السابقة، الـ Hertwig epithelial root sheath واللي هي جزء من الـ enamel organ مسؤولة عن الـ number, الـ shape والـ length والـ size of the roots، وتدخل وتتحكم بعملية الـ root formation. هي عبارة عن structure of two epithelial layers, الـ outer والـ inner enamel epithelium متحدة at the cervical loop، من يصير بها downward growth، ومن توصل إلى الـ future cemento-enamel junction راح يطلع من أدها أو راح يصير بها proliferation in a horizontal plane، وقلنا تكون الـ epithelial diaphragm. هذا الـ epithelial diaphragm راح يعني دوره أنه يسوي narrowing للـ white cervical opening of the tooth germ، ويبقى ثابت بهذا المكان وبهذا الحجم أثناء عملية التوث ديفلوبمنت والروت فورميشن. طبعا راح يصير proliferation of the cell، وهذا proliferation يشمل proliferation of the connective tissue cell of the dental papilla والقريبة من الدايفرام، هذا الابيثيريال دايفرام، والخلايا الابيثيريال cell أيضا يصير بها proliferation، لكن the free end of the diaphragm تبقى ثابتة، والـ proliferation of epithelial cell يكون in coronal direction. cementogenesis and root formation، الصورة اللي على اليسار cementogenesis اللي هي الـ A، الصورة اللي على اليمين الـ B اللي هي root formation. تشوف لنا بالضبط يعني تحديدا الـ epithelial diaphragm وشون development of epithelial diaphragm and diffusion بالsingle root اللي هو الصورة بالوسط، والصورة ذات اللون البنفسجي اللي بالأعلى tooth germ of two roots، وبالأسفل tooth germ of three roots. نشوف شلون extensions وعدد الفلابس، عدد الاكستنشنز، ومن ثم بعدين شلون يصير fusion وعدد الأورفيس. Formation of epithelial diaphragm in multi-rooted teeth يختلف عن single root formation. وبالmulti-rooted teeth الـ diaphragm يساعد على تجزئة الـ root trunk إلى two roots أو three roots. خلال عملية يعني الـ growth of خلال الـ growth of enamel organ راح يصير إحنا نعرف بالـ cervical region يكون constriction، بس خلال الجروث رح نصير expansion بالعكس، حتى يتهيأ انه الابيثيريال diaphragm يسوي development horizontal extensions، واللي يكون عددها 2 extensions بالgerms of lower molars و 3 extensions بالgerms of upper molars. هذه extensions رح يصير بها growth وتمتد toward each other الى ان ما يصير بها fusion، يعني هاي الفلابس تتحد مع بعضها تسبب fusions. هنا راح يصير ال cervical constriction أو ال cervical opening of the enamel organ، بعد ما كان single opening راح يصير two opening or three opening بسبب هاي الفلابس، النمو مع هذه الفلابس واتحادها مع بعض. ف two opening بال two roots و three opening بال three roots. The pulpal surface of the epithelial bridges هذه راح يتكون عليها الدنتين، والroot formation يستمر بالperiphery في كل root على حدة كأنه single root formation. هذه صورة توضيحية أخرى عن الroot formation، يوضح single root formation والmulti-rooted teeth. The physical characteristics of cementum بالنسبة للصلابة يكون أقل من الدنتين. الكلر هو light yellow in color، ما بي بريق، ما بي لمعان مثل الإنامل، وهو semi permeable لكثير من المواد، وهذه ضرورية للنيوتريشن. الكيميكال كومبوننت organic أو inorganic واضحة بالنسب. بالنسبة للأورجانيك type 1 collagen fiber mainly وبروتين بوليساكرايد.
بالنسبة لل inorganic material hydroxy epitaxy crystals highest fluoride content numerous trace element and water. Cementum structure consists of three components. Cementocytes اللي هي تمثل الخلايا الموجودة بالسمنتم. Sharpies fibers incremental lines of Salter. نجي على structures. أول structure cementocytes وهي الخلايا الموجودة بالcellular cementum تكون موجودة داخل lacunes لها processes تكون تمتد داخل canaliculi direction مالتها toward the periodontal ligament. بهذا السلايد شرح تفصيلي أكثر عن cementocyte and its function. بهذا السلايد صورة واضحة للسمنتوسايت والشرح الموجود في السلايد السابق. الوظيفة الأساسية للسمنتوسايت هي السمنتوجينيسيس which is arrhythmic process. بعد ما تتكون عندنا full thickness layer of cementoid تبدي عملية المينراليزيشن by deposition of phosphorus and calcium ions in the form of hydroxy epitaxy crystals. بعد ما تنتهي عملية الأبوزيشن خلايا سيمنتوبلاست اللي ما انحصرت بالسيمنتم راح تصطف على طول الروت سيرفيس على طول البريدنتال ليجامنت. الشاربيس فايبر هو الستركتشر الثاني وهو عبارة عن كولاجين فايبر اوف بريدنتال ليجامنت وهو الجزء الامدد ان سيمنتم اند الفيولار بون. الستركتشر الاخر هو الانكريمنتال لاينز اوف سالتر وهي تمثل لنا rhythmic deposition of cementum. هذه الخطوط هي highly mineralized area, less collagen content and more ground substance than other portion of cementum. Intermediate cementum وهي layer بين السمنتم والدنتين في موقعها وفي شكلها. نلاحظها بالposterior teeth بالapical portion ما نشوفها لا بالanterior teeth ولا بالdeciduous teeth. Structureless layer أكثر شيء تكون hyaline in nature. Cementum يلتقي بالenamel at the cervical region يكون cemento-enamel junction وهذا يكون بأربع أشكال 60% cementum overlapping enamel 30% edge to edge junction 10% gap junction وهنا ما يوصل السمنتم الى الانامول وانما تبقى منطقة exposed dentin والنوع الرابع recently identified هو enamel overlapped cementum. junction اخر يكون السمنتم مع الدنتين يسمى cemento dentinal junction وهذا يكون firmly contact ما بين الدنتين والسمنتوم. الفايبرز بهذه المنطقة interwoven وما يعرف origin مالتها من السمنتوم أو من الدنتين. يكون smooth بالpermanent teeth وscalloped بالdeciduous teeth. بعض الأسنان تكون منطقة hyaline layer مثل ما ذكرنا سابقا تعرف بالintermediate cementum. تصنيفات السمنتم التصنيف الأول على أساس وجود الخلايا أو عدم وجودها يصنف cellular and acellular cementum. التصنيف الثاني على أساس the nature and origin of collagen fiber يصنف extrinsic and intrinsic fibers cementum. والنوع الثالث للتصنيف هو الكومبينيشن مع التصنيفات السابقة فيكون extracellular extrinsic fiber cementum وcellular intrinsic fiber cementum. هذا السلايد يشوفنا النوعين من السمنتم cellular and acellular. C هو السمنتم اللي على اليمين بخلايا اللي على اليسار خالي من الخلايا. D هو الدنتين. هذا السلايد longitudinal section in the tooth يشوفنا توزيع السمنتم بالapical third of the root والforcation area. يكون السمنتم cellular intrinsic fiber cementum بالcervical
two-thirds of the root يكون السمنتم acellular extrinsic fiber cementum، وهذا واضح بالسلايد اللي على اليمين. Clinical considerations، أهم خاصية بالسمنتم تفيدنا سريريا هو more resistant to resorption than bone، فمن هذه الخاصية يستفيد أطباء التقويم بتسليط القوة على السن فيسببون resorption bone resorption بالpressure side وbone formation in the tension side، وبذلك يحصلون على الحركة المطلوبة للعلاج. حالات سريرية أخرى ممكن أن نصادفها أثناء clinical work هو root resorption مثل ما مبين بالصورة، وهذا طبعا يسبب tooth sensitivity إذا كانت tooth vital. حالة أخرى external root resorption، وهذا مؤشر عليه بالسهم الأصفر مثل ما نلاحظ cementum resorption ودنتين resorption، وهذا يشخص شعاعيا. السمنتم إلى قابلية الريبير after trauma or excessive occlusal forces، وهذا الريبير يعتمد على نوع الديفكت الموجود. إذا كان shallow defect راح يكون الريبير by deposition of thin layer of cementum ويعرف بالاناتوميكال ريبير. إذا كان الديفكت deep راح يكون الريبير by deposition of cementum and formation of bony projection to keep the width of the periodontal ligament intact، وهذا يعرف بالfunctional repair. الشرح موضح بالسلايد اللاحق بالصورة. هذا السلايد يوضح لنا الفانكشنال ريبير، ومثل ما نلاحظ بالصورة الـ outline of the root بقى بـ depression لكن covered with cementum. هذا الـ depression filled with bony projection from the adjacent alveolar bone. الـ width of the periodontal ligament على طول الـ defect هو 2 mm. هذا هو functional repair. Hypercementosis or excessive formation of cementum، وهذا نقدر نشوفه اما بالفيلم الشعاعي او بعد ما نقلع الاسنان. احيانا الابيثيليال root sheath ما تنفصل عن root dentin وتبقى على السيرفس، تتحول الى fully differentiated amyloblast وتبدأ تمارس وظيفتها بتكوين الانامل، فتكون pairs of enamel يسمون enamel pairs على ال root surface. أكثر مكان لهذه يحدث فيه هذه الظاهرة أو ال developmental disorder هو forcation of molars. gingival recession بهذه الحالة تنسحب ال free gingival margin بعيدا عن cemento enamel junction وتترك ال exposed root cementum، سرعان ما يصير به abrasion بسبب الميكانيكال فريكشن ويسبب exposed dentin and tooth hypersensitivity. cementicles mineralized body formed by deposition of cementum around debris in the periodontal ligament. either it is attached to root surface or free in the periodontal ligament or embedded in the cementum. هذا السلايد أيضا سيمنتيكلز اللي على اليمين free cementicle، اللي على اليسار embedded cementicle. The age changes of cementum. The smooth surface become irregular. Continuous deposition of cementum in apical area، وهذا قلنا hypercementosis. Cementicle أيضا تعتبر age changes. وجود ال reversal line اللي مثل لنا resorption and repair of cementum. و repair in root dentine.